في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يقول: كيف نوفق بينه وبين ما وقع في القرون الماضية من الاستعمار الأجنبي لبعض بلاد المسلمين؟ لبعض، جوابك جبته أنت، ما هو بكل المسلمين، بعض بلاد المسلمين يسلط الكافر على بعض المسلمين، نعم، وعلى بعض بلاد المسلمين، لكن يسلط على كل المسلمين، كل بلاد المسلمين لا. نعم.